في خبر عاجل، مصر ترسل طائرات نقل عسكرية لجنوب السودان. ننشر التفاصيل. وعاجل، أحد أقوى أسلحة الجيش الروسي في مصر. وعاجل، تفاصيل قيام فرقات روسية بقصف أهداف بحرية مع مصر في مناورات. ننشر التفاصيل. وتحذيرات لكل المصريين بسبب الطقس السيء. ننشر التفاصيل. والتحركات المصرية العاجلة لحماية الدلتا من الغرق. ننشر أيضا التفاصيل. وعاجل، تفاصيل الكشف عن مصير أرض مقر الحزب الوطني المحترق عام 2011. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وهنتكلم في الأول عن أحد أقوى أسلحة الجيش الروسي في مصر. وبدأت أطقم سفن أسطول البحر الأسود الروسي والبحرية المصرية مرحلة بحرية لمدة 3 أيام من مناورات جسر الصداقة 2021 المشتركة بالبحر الأبيض المتوسط. وقال أسطول البحر الأسود الروسي إنه خلال المرحلة البحرية التي تجرى في الإسكندرية ستقوم أطقم سفن البلدين بمجموعة من الإجراءات المشتركة لتقديم المساعدة لسفينة في قطر ومرافقة السفن خلف لصد هجوم وتنظيم إعادة الإمداد في البحر وإجراء عملية تفتيش أثناء ممارسة إجراءات الحماية الشاملة والدفاع عن السفن على الممر البحري. وستنفذ أطقم نيران المدفعية المشتركة على الأهداف السطحية والجوية فضلا عن مقاومة أهداف تحاكي الألغام العائمة. وستشمل أطقم البحرية الروسية الفرقات أدميرال جوجروفيتش على متنها مروحية من طراز K-27 BS وسفينة الدورية ديمتري لوغاتشيف وقاطرة الإنقاذ SB-742. وتتمثل أهداف تمرين جسر الصداقة 2021 الذي يقام في الفترة من 13 ديسمبر في تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البحرية الروسية والبحرية المصرية بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. المصدر معنا كان من صحيفة تاس. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وفي خبر عاجل، مصر ترسل طائرات نقل عسكرية لجنوب السودان. وأعلنت القوات المسلحة المصرية عن إرسال أطنان من المساعدات الطبية والدوائية لدولة جنوب السودان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي بيان له قال المتحدث العسكري الرسمي للجيش المصري غريب عبد الحافظ غريب، في إطار الدعم المصري المتواصل للدول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش المصري، أقلعت طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا بجمهورية جنوب السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء بدولة جنوب السودان. وأضاف تأتي تلك المساعدات تأكيدا على دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم لتجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة. المصدر معنا كان من RT. طبعا من مهم جدا يعني ان احنا نساعد حلفائنا في قارة افريقيا، فهي دولة افريقية مثلها مثل مصر ويجب علينا ان نساعدها في محنتها. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ومصر دائما يعني مش بتتأخر عن اخواتها واشقائها. تعالوا ننتقل مع بعض لخبر اخر وعاجل، تفاصيل قيام فرقات روسية بقصف اهداف بحرية مع مصر في المناورات. وبدأت سفن أسطول البحر الأسود الروسي وقوات البحرية المصرية المرحلة البحرية من مناورات جسر الصداقة 2021 المشتركة في البحر المتوسط والتي ستستمر 3 أيام.
وتشارك في تدريبات فرقاطة الصواريخ الأميرال جروجوفيتش. وخلال المرحلة البحرية للتدريبات التي تجرى في منطقة خليج الإسكندرية، ستنفذ أطقم سفن البلدين مجموعة من التدريبات المشتركة على إنقاذ سفينة منكوبة وصد هجوم من المركبات السطحية وتنظيم عمليات إعادة الإمداد في البحر وتفتيش السفن المشبوهة وقصف أهداف العدو المفترض. مصدر معانا كان من وكالات، يعني هذا كان يعني زي ما تقولوا تكملة للخبر الأول. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض للشأن المصري الداخلي وتحذيرات لكل المصريين بسبب الطقس السيء. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر المواطنين من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تسود مصر خلال الفترة الحالية. وتوقع خبراء الهيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عن الهيئة أن يشهد اليوم طقسا باردا ليلا على الأنحاء كافة، إذ ينصح بعدم تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة نسبيا. وتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تتكون الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. الخبراء أشاروا إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة. ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرمال والأتربة على بعض أنحاء الجمهورية ابتداء من الاثنين 6 ديسمبر 2021 حتى الأربعاء الموافق 8 من الشهر ذاته، كما تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال تلك الأيام. أكدت أستاذة الأمراض الصدرية بالقصر العيني الدكتورة ميسة شرف الدين أن هناك بعض الفئات التي قد تصاب بأزمات في التنفس بسبب الطقس السيء. في 5 فئات يجب التزامهم المنزل في الطقس المثير للرمال والأتربة، تجنبا لتفاقم معاناتهم التنفسية ومخاطرهم الصحية، خاصة أن الرياح قد تجلب معها فيروسات وبكتيريا ضارة. وحذرت المواطنين من الخروج في المناطق المثيرة للرمال والأتربة إلا في حالة الضرورة فقط، مع الالتزام بارتداء الكمامات. هيبقى أفضل لو الناس لبس قناع فيس شيلد اللي معاهم القناع علشان بيكون واقي للعين والجهاز التنفسي. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن، وأستاذة الأمراض الصدرية بتنصح المواطنين بيعني نحن لو احنا عندنا قناع الفيس شيلد يجب ان احنا نلبسه في هذا يعني الجو، ممكن تكون في رياح محملة بالرمال والأتربة وده هيبقى خطر على الجهاز التنفسي. يعني من المهم ان احنا نحافظ على صحتنا في هذه الايام. ننتقل مع بعض لخبر اخر والتحركات المصرية العاجلة لحماية الدلتا من الغرق. ننشر التفاصيل. قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي ان مصر تقيم مشروعات مهمة من شأنها حماية الدلتا من الغرق. اشار الى ان مصر تواجه دعاية سوداء مفادها أنها تستحوذ على نصيب الأسد من مياه النيل، وتابع مصر ليس لديها مياه خضراء، في حين أن إثيوبيا تزرع 90 مليون فدانة من مياه المطر والمياه الزرقاء، لديهم أكثر أيضا، وهناك بحيرات مخزونها في إثيوبيا يصل ل 50 مليار متر مكعب، بخلاف سد تيكيزي بالإضافة إلى السد الجديد، فضلا عن أن المياه الجوفية لديهم تكون على بعد من 20 ل 30 متر عكس مصر تصل بها إلى 100 متر. واستطرد قائلا لا شك أن أزمة المياه تتفاقم مع الوقت، والدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، وتساهم في رفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك. أوضح وزير الري أن دول حوض النيل بها مياه كثيرة ومصر تحسن إدارة استخدام المياه، وإثيوبيا تطلق أكاذيب بخصوص ملف المياه في مصر. أشار إلى تطبيق مفهوم الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وأن رئيس المجلس العالمي للمياه لوي فاشون أشاد بحسن إدارة مصر لملف المياه. أوضح أن التجربة المصرية يجب أن تدرس، مبينا أن الزيادة السكانية أحد المشكلات التي تواجهنا. عبد العاطي تابع الجهود التي قام بها الدولة بخصوص ملف حسن إدارة المياه وترشيدها
لم تحدث من أيام محمد علي، والقيادة السياسية تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الرامية لحسن إدارة الموارد المائية والتغيرات المناخية أحد التحديات التي تواجهنا، ونتخذ إجراءات التعامل مع الفيضانات، ومصر من الدول المتقدمة جدا في إدارة ملف المياه. وأضاف: نراقب حالة المناسيب في الترع بخبرات مصرية 100%. أضاف: نعمل على قدم وساق، ونربط الحوافز والمكافآت بمعدل الإنجاز، ونسعى لمواجهة أي مشاكل تتعلق بالغرق بسبب ارتفاع منسوب غرب الدلتا، ونتذكر المشاكل من أجل البحث عن الحلول. وقال أن الفلاح استجاب في ملف زراعة الأرز، ما يعكس وعيه بخطورة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية. وزير الري قال إن الدولة تحرص على إزالة كافة التعديات على المجاري المائية، وضح أنها تمثل خطرا على الأمن القومي وعلى أرواح المواطنين. وضح أن مقرات السيول تمثل خطرا حقيقيا. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض لخبر آخر معانا وعاجل: تفاصيل الكشف عن مصير أرض مقر الحزب الوطني المحترق عام 2011. كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد عن مصير أرض الحزب الوطني المجاورة لمبنى مجمع التحرير بوسط البلد في مصر. قالت الوزيرة في تصريحات متلفزة إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالأرض، وخلال أسبوعين أو ثلاثة سيتم طرحها في تصور مش هقدر أقول عليه لغاية لما يتم الطرح. السعيد أضافت أن أرض القرية الكونية من بين الأصول التي حصل عليها صندوق مصر السيادي، حيث حصل عليها نوعين من المستثمرين، وستكون مدارس مع مستثمرين بالقطاع الخاص إضافة لتطوير المنطقة الترفيهية التعليمية بها. وعن مبنى وزارة الداخلية في ميدان التحرير قالت إنه سيتحول لجامعة فرنسية متقدمة وتنتظر الحصول على الترخيص، كما أنه سيكون به مكان لريادة الأعمال وشركات الناشئة إضافة لكول سنتر، نظرا لأنه مبنى كبير وقريبا سيتم الانتهاء من توقيع الاتفاقيات الخاصة به. وأوضحت أنه مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيتم إعادة الحركة والحياة للقاهرة مرة أخرى، وبالتالي هذه المشروعات لن تتسبب في وجود ضغط على العاصمة وتحديدا وسط البلد. وعن عدد الأصول التي آلت إلى صندوق مصر السيادي قالت إن عدد الأصول وصل لسبعة، منها القرية الكونية والقرية الاستكشافية ومبنى مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني وأرض معهد ناصر، ونتفاوض مع إحدى المستشفيات لتحويله لمستشفى مع إحدى الجهات الطبية. لافتة إلى أن خطة الصندوق تتجه صوب مجالي التعليم والصحة مع القطاع الخاص. يذكر أنه تم اختراق الحزب الوطني في مصر في ثورة 25 يناير 2011، حيث أشعلت الجموع الغاضبة النيران في العديد من مقرات الحزب، انتهاء بحريق المقر الرئيسي للحزب في القاهرة مساء 28 يناير. المصدر معانا كامل الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.